24. يا باشمهندس بس سؤال، في الريبورت اللي احنا حضرتك انت جايبه دلوقتي عشان الطبع، الاي دي مش مترتب مثلا موجود 99 وبعدين واحد وبعدين ما انا هقول لك دلوقتي، انا هقول لك انت ممكن لو عايز ترتبه، ارتبهم ممكن ترتبه عادي، هتلاقي في حاجه اسمها اللي هي الاوردر باي، يعني ترتيب بي، هجيبها لك دلوقتي، هعملها لك في المثال اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ماشي؟ طيب الناس كلها دلوقتي دخلت تاني 30 واحد اهو. طيب احنا دلوقتي عندنا ادي كوير احنا عملناها هيت، عاوزين بس نعدل في الكوير دي بحيث ان نخلي الفيرست نيم هو الاول ونخلي الاوردر اي دي هو الثاني. طيب نعدل حاجه زي كده ازاي؟ بنيجي طبعا على الكوير بتاعتنا هيت، ونيجي نخش على الديزاين بتاعها. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها الديزاين والايه والداتا شيت، فلو دخلنا على الديزاين بتاعها هنا كده هتلاقي ان الفيرست نيم هي الثانيه، انا عاوز اشيل الفيرست نيم دي واحطها هنا المكان دي. فانت طبعا بتيجي هنا كده وممكن ايه بالسحب بس كده تسحبها كده وتحطها هنا، يعني بتيجي تعلمها بالاسود كده وتيجي تسحبها وتحطها هنا كده. انا كده عملت العكس اهو، انا دلوقتي بقى عاوز اسحب الفيرست نيم واحطها في الاول تاني، هاجي لحد ما يجي العلامه السوداء دي واقول له كليك كده لحد ما يجي الاسود ده، واقوم ساحب الاسود ده حطه في الاول، فالاوردر هيجي بعدها هو في الاول. فتعال نعمل رن كده هتلاقي ان ايه الاسماء بتاعتنا ظهرت في الاول، بعد كده الاوردر اللي عمله والتليفون بتاع الشخص ده والايه والجندر بتاعه. طيب دلوقتي بقى عاوزين نعمل ريبورت بطريقه بروفيشنال شويه. هنيجي نعمل ريبورت ازاي؟ انا دلوقتي مختار هاجي اسيف الكويري دي الاول عن طريق اللي انا هقول له سيف لي الكويري دي. هقول له مثلا ان هي عباره عن كيو ار واي كويري خاصه ب الاوردر. احنا قلنا اوردر ايه و كان ايه علاقته بالسيلز ريبس صح؟ سيلز ريبس اوردر سيلز. ماشي اقول له اوكي. طبعا الكويري هتبقى متخزنه عندك اهيت اللي هي بالشكل ده كده، دي الكويري. انا عاوز اعمل بقى عليها دلوقتي ريبورت بشكل منظم شويه. هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هاجي اقول له انا عندي، انا طبعا مظللها هنا، فهاجي على الكرييت واقول له انا عاوز اعمل ريبورت. طيب تعالى دلوقتي بص على شكل الريبورت، هتلاقي ان كلمه اسامه مكرره كتير جدا، وكلمه بعد كده احمد مكرره كتير جدا، وكلمه كذا مكرره كتير جدا. انا عاوز اعمل دلوقتي، عاوز اعمل حاجه اسمها جروبينج. يعني ايه جروبينج؟ يعني هجيب لي الاسم بتاعه اسامه مره واحده بس، وبعد كده يجيب لي الاوردرات اللي هو عملها بالايه بالبيانات بتاعته. ماشي نيجي نعملها ازاي دي؟ هتيجي على حاجه اسمها الجروب سورت. طبعا انت واقف على الديزاين دلوقتي، هنيجي على حاجه اسمها جروب والسورت دي. هنقول له ايه؟ هنقول له كليك عليها بس كده، هيجي لك تحت حاجه اسمها اد جروب واد سورت. ماشي الطالب اللي كان بيسال من شويه على حاجه اسمها سورت، لو انت عاوز تعمل سورتنج فانت بتختار اد سورت دي وتقول له رتب لهم لي مثلا بالرقم او بالاسم. لو انا مثلا جيت عملت اد سورت في الاول كده انت اقول لك انت عاوز ترتبهم بايه؟ بالاوردر مثلا اي دي، هيرتب لك بالاوردر اي دي اهو اللي هو 1 2 3 4 5 وهكذا. ماشي تمام. طب لو انت عاوز تعمل بقى حاجه اسمها اد جروب، يعني ايه اد جروب بقى؟ يعني عاوز احمد ما تجيليش كل شويه كده ايه تحت بعض، لا انا عاوز احمد بس مره واحده. فهاجي على حاجه اسمها اد جروب واقول له ايه؟ قول له اعمل لي جروب بالفيرست نيم. بص بقى كده اللي حصل، هتلاقي ان فيرست نيم جه مره واحده بس الاوردرات اللي عملها بقى ادي 1 2 3 4 5 6، وطبعا في بيانات موجوده عندي اهي. طيب لو انا عندي مثلا البيانات دي برضو مكرره اعمل ايه؟ عاوز مثلا بيان واحد بس، فهاجي برضو هنا كده اقوم قايل له ايه؟ اد جروب واقول له اعمل لي جروب بالموبايل ايه؟ بالموبايل فونز. فبص بقى كده هتلاقي ايه اللي حصل؟ ادي عندي اسم احمد اهو، الموبايل بتاعه كذا، والاوردر اللي عمله كذا. ماشي بالايه؟ بالميل. بس طبعا انا لو انا عملت تو جروبس كده في نفس الصفحه هتلاقي الدنيا باظت شويه. فامتى يا شباب نعمل جروبس ويكون بشكل افضل؟ لما يكون عندي كولوم واحد، هرجع كنترول زد دهوت، لما يكون عندي كولوم واحد في تكرار كتير جدا، يعني مثلا زي الكولوم ده كده مثلا. طيب لو احنا عاوزين نعمل حاجه زي كده هنيجي مثلا على ااا
ديت الكويري بتاعه الاوردرز اهيت، ونيجي مثلا على الديزاين فيو بتاعها ونيجي نقول له ايه، انا دلوقتي مش عاوز التليفون، يعني عاوز امسح التليفون ده وعاوز امسح كمان اللي هو الجندر ده مثلا. فبيقول لك مثلا المدير بتاعك قال لك انا عاوز اعرف الفيرست نيم او الاسم بتاع الشخص اللي عمل اللي هو بعت الاوردر والاوردر اي دي اللي هو بعته بس. واجي اعمل ران دلوقتي، بص بقى كده تلاحظ ايه، هتلاقي في اسامه وادي الاوردرات اللي عملها، وبعد كده هتلاقي فيه احمد والاوردرات اللي عملها وكيرلس والاوردرات اللي عملها. انا عاوز اعمل دلوقتي بتاع ده ريبورت على الشكل ده كده بحيث ان هو يكون منظم، اعرف بس الاسم والاوردرات اللي عملها بس. طب نيجي نعملها ازاي دي؟ هنيجي نقول له على، طبعا انا واقف دلوقتي على الكويري اوردر سيلز اهو، هاجي دلوقتي اقول له ايه بقى، على كرييت، واقول له اعمل لي ريبورت على الشكل ده كده، فهتلاقي الحاجه بالشكل اللي ظهرت لك دي. طيب نيجي نقفل بس الاكس ديت عشان نشوف الصفحه كامله. ادي اللي انت شفته من شويه في الكويري. الناس معايا يا شباب؟ الناس معايا؟ ها حد يرد؟ ايوه مع حضرتك يا باشمهندس. طيب دلوقتي انا معايا دلوقتي ادي اسامه وادي كذا اوردر، يعني عندك 103 و95 و96 والكلام ده كله مع اسامه. طيب انا دلوقتي بقى عاوز اعمل حاجه اسمها جروبنج بقى، عاوز اخلي بس اسم اسامه واحد بس ومعاه الاوردرات بتاعته، وبعد كده احمد بس والاوردرات بتاعته. اعمل ايه؟ هاجي برضو على نفس الكولوم ده كده، اقف عليه كده كليك بس عليه كده، واجي على حاجه اسمها جروب ايه، جروب وسورت. هلاقي في حاجه اسمها ادا جروب، هاجي كليك على ادا جروب، هيقول لك انت عاوز تعمل جروب بايه، اقول له بالفيرست نيم، دبل كليك بس عليه كده. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ بص بقى كده هتلاقي احمد موجوده على الشمال اهي، وهتلاقي الاوردرات اللي عملها اللي هي بالشكل ده كده ماشي، ورتب لك كمان يعني كتب لك احمد ده ترتيب اللي هو ابجدي، يعني ايه احمد الاوردرات اللي عملها 204 و1 و172 و173 وهكذا، وانت ماشي بقى كده ماشي لحد ما توصل لمين، لحد ما تخلص احمد وتخش في مين، وتخش في مثلا في الجزء اللي بعد اللي هو بتاع ماجد، هيقول لك الاوردرات بتاعت ماجد كذا. طيب انا عاوز مثلا اعمل حاجه جديده، عاوز مثلا دلوقتي بدل ما هو الكولوم ده كله عاوز اعرف دلوقتي هو عمل كام اوردر، يعني عاوز ازود عليه معادله كده يعرفني هو عمل واحمد ده عمل كام اوردر. فهاجي كده على حاجه اسمها توتالز، هلاقي في حاجه اسمها كاونت ريكورد او كاونت فاليوز، هما الاثنين هيطلعوا لك نفس الايه، نفس الناتج. لو انا جيت عملت كاونت ريكورد كده، بص كده بعد ما خلص احمد ايه اللي حصل، احمد عمل اوردرات كتير دي كده مش كويس. هي الفكره يا شباب ان هو بعد كل كولوم من ده، يعني بعد كل اوردرات عملها احمد هيجي تحته كده ويقول لك ايه، يقول لك هو عمل كذا، هو عمل كام اوردر ماشي اهو. لو جينا بصينا كده هتلاقي ديت رقم بتاعها 92. طيب انا عاوز اظبط 92 ديت بحيث انها تبقى يعني ظاهره افضل شويه، هاجي اقول له على الفورمات بتاعي واعدل لي مثلا 92 دي، خليها لي كبيره شويه كده، كبر لي كبرها لي بالشكل ده كده واعملها لي بولد مثلا يعني. فده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الراجل ده هو عمل 92 اوردر بالشكل اللي انت شايفه ده كده، وطبعا كل واحد من الناس دي هيعمل تحته برضو ايه، عدد الاوردرز اللي هو عملها ماشي كده يا شباب. طيب لو انا مش عاجبني الشكل ده كده، عاوز برضو اظبط في الشكل بتاعي شويه، طبعا بنيجي على حاجه اسمها ديزاين، نيجي على حاجه اسمها اللي اوت فيو زي ما هي موجوده كده، وعاوزين بقى دلوقتي نكبر مثلا الاوردرات كده، نكبر احمد بالشكل ده كده بحيث ان احنا نشوف مثلا يعني حاجه تكون منظمه شويه. طيب انا مش عاجبني مثلا الاوردرات دي كلها موجوده على اليمين كده، فانا ممكن اخليها كلها على الشمال، فهعمل حاجه اسمها اللي هو هعمل سيلكت يعني للكولوم كله كده، واجي اخش على فورمات واقول له انا عاوز كل الكلام يكون في النص، وعاوز الاسماء بتاعتي كلها تكون مثلا في النص برضو كده، وممكن تظبط فيه اللي اوت بتاعتك وتخليها بالشكل المناسب اللي انت هتطبع بيه. طيب عاوزين نشوف ما قبل الطباعه، هنيجي على ديزاين ونقول له فيو، ونيجي على حاجه اسمها برنت بريفيو، يعني اعمل لي بريفيو ما قبل الطباعه كده، فيطبع طبعا هيطبع لك حاجه بالشكل اللي انت ايه اللي انت شايفه ده كده. دي طبعا اول صفحه، بعد كده الصفحه الثانيه، بعد كده الصفحه الثالثه وهكذا.
طيب في حاجه بعد كده عاوزك تشوف تاسك كده تاسك ليكوا يعني ازاي نخلي مثلا يعني احمد دي موجود جنبها 204 و1 و172 و173 بس كلهم يكونوا في مكان واحد بدل ما هم كل ده واخد المساحه دي كلها. لا انا عاوز احمد عاوز بقى كل الارقام دي كلها تكون في مكان واحد بس كده يعني يعمل لك كومه مثلا يعمل لك اي حاجه يعني ماشي كده شباب. طيب لو جينا نشتغل برضو على نوع تاني مثلا لو جينا مثلا على النوع ده اهو اللي هو اللي هي السيلز ريبس انفو دي وجيت قلت لك انا عاوز اعمل برضو ريبورت. طيب احنا عندنا حاجه اسمها كريت احنا عملنا من ايه من شويه قلنا ازاي عشان نعمل ريبورت لازم تحدد اسم الكويري بتاعتك وطبعا ممكن تحدد اسم تيبل عادي بس يعني مش يفضل انك تعمل ريبورت على تيبل لان لو عملت ريبورت على تيبل كده معناه انت هتجيب الداتا اللي فيها كلها والا بقى اذا عملتها على تيبل تختار منه حاجات معينه. طب خلينا دلوقتي نعمل ريبورت بس احنا اللي هنختار منه كل حاجه يعني احنا هنعمل منه كل حاجه فروم سكراتش من الاول يعني. فهتلاقي في حاجه اسمها ريبورت ويزرد دي الجزء الجديد بتاعنا هتلاقي في حاجه اسمها ريبورت ويزرد. انا طبعا مش لازم احدد اي حاجه من هنا انا عاوز اعمل ريبورت جديد على تيبل معين مثلا هاجي على حاجه اسمها ريبورت ويزرد اول لما كليك عليها كده هيقول لك ايه يقول لك انت عندك كل التيبلز وكل الكويريز زي عن طريق السهم ده كده انت عاوز تعمل ريبورت على اي اساس على اساس اي تيبل ولا اساس اي كويري فانت تختار انت عاوز تعمل تيبل على اساس مين. فمثلا هقول له انا عاوز اعملها على الكاستمرز مثلا هيجيب لك كل البيانات الخاصه بالكاستمرز ماشي انت تقول له بقى انا عاوز في الريبورت ده الكاستمر نيم وعاوز مثلا الادرس بتاعه طبعا انت بتحدده وتنقله عن طريق الايه العلامه دي. طب ايه العلامه ديت لو انا عملتها هينقل كل ده يعني لو انا عملتها كده هينقل لك كل ده. طب انا عاوز ارجعهم تاني هرجعهم كلهم كده اللي انا عاوزه بس في الريبورت اختار ادي عندي مثلا كامباني نيم وعاوز الكونتاكت نيم وعاوز الادرس بتاعه ماشي واقول له نيكست ماشي. طيب هنيجي هنا كده يقول لك ايه دي وونت تو اد اني جرومنج ليفل احنا عرفنا بقى من شويه الموضوع بتاع الجرومنج انت عاوز تعمل جروبنج ولا مش عاوز تعمل جروبنج؟ هقول له انا مش عاوز اعمل جروبنج دلوقتي بس هعلمك ازاي تعمل جروبنج بعد شويه. هقول له نيكست هيقول لك انت عاوز تعمل ترتيب بشكل معين؟ هقول له لا مش عاوز ترتيب وهيقول لك هنا بقى انت عاوز اللي اوت بتاعتك شكلها كولومز كولومنر يعني ايه؟ يعني عاوزها تظهر كولوم بالشكل ده كده ولا عاوزها تابولر بالشكل ده كده ولا عاوزها جاستيفايد بالشكل انت عاوزه. فاحنا الشغل اللي متعودين عليه اللي هو الشغل بتاع التيبل لانه بيبقى منظم شويه وبيخلي كل عمود خاص مستقل بذاته كده ونقول له نيكست. بعد كده يطلب منك انت عاوز تسمي ريبورت ايه هنقول له ايه بقى هنقول له احنا عاوزين اسم ريبورت ار بي تي وتيبل كاستمر ونقول له ايه ونقول له فينيش. بص بقى كده كده يا شباب انا عملت ايه انا عملت ريبورت بس انا اللي اخترت فيه كل حاجه انا اللي اخترت فيه كل حاجه فروم سكراتش يعني ما جتش من الشمال كده قمت مختار كويري وقمت قايل له ريبورت على طول. لا انا ايه اللي انا عملته انا جيت عملت حاجه اسمها الريبورت ويزر. الريبورت ويزر ساعه ما بتطلع بيطلب منك انت عاوز تعمل ريبورت على اي اساس ايه على اساس كويري ولا اساس تيبلز طبعا هيجيب لك كل التيبلز والكويريز اللي انت عاملها هنا ماشي. فانت بتختار الحاجه اللي انت عاوزها بعد كده يقول لك ايه انت عاوز تختار منها ايه عاوزها كلها ولا عاوز منها حاجات معينه زي اللي احنا عملناه بالظبط كده ماشي. طيب فظهر لنا الشكل ده ظهر لنا التيبل اللي هو الريبورت بالشكل ده كده. طبعا لو مش عاجبني الشكل ده كده هاجي اعمل ايه هاجي برضه اخش على يعني عاوز اعدل في الشكل ده كده ده شكل التيبل اهو ده شكل الريبورت هاجي هنا على الريبورت ده اقول له كليك يمين واقول له افتح لي ايه افتح لي اوت ايه فيو. طبعا هيفتح لك نفس الشكل اللي انت كنت شايفه من شويه اللي انت كنت بتعدل عليه يقول لك بقى انت عاوز تعمل جروبنج عاوز تعمل سورتنج عاوز تعمل اي حاجه انت عاوزها. طب خلينا دلوقتي نعمل سورتنج مثلا عاوزين نعمل سورتنج على اسم الكامباني بحيث ان هو يجيب كل الشركات اللي زي بعض في ايه تحت بعض. هنعمل حاجه مثلا هنا حاجه اسمها جروب وسورت هيقول لك ايه في حاجه اسمها اد سورت اهو هتقول له انت عاوز تعمل سورتنج ايه باستخدام الكامباني بتاعتك. فطبعا احنا كده رتبنا الشركات بعد كده على حسب الكونتاكت نيم بتاعتنا على حسب ايه الادرس بتاعنا. دلوقتي زي ما طلب منك مثلا المدير قال لك انا عاوز
الكاستمر انفورميشن بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طبعا لو الشكل ده عاجبك يعني انت 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 شايفه كويس وهتطبع, فنيجي نشوف كده البرينت بريفيو. هيقول لك ادي الشكل بتاع, ادي الشكل بتاع الريبورت قبل ما ينطبع. وطبعا انت عندك كام صفحه؟ عندك 3 صفحات, ادي الصفحه الثانيه وادي الصفحه الثالثه. لو عاجبك بالشكل ده كده خلاص, مش عاجبك هتبدا تخش برده ثاني على اللي اوت, اللي اوت دي, وتبدا برده ايه تعدل في شكل انت عاوز. تعدل ازاي؟ يعني مثلا عاوزين نغير اسم, اسم الريبورت نفسه, دبل كليك عليه كده هتغيره. طيب عاوز انا اغير في الفورمات بتاع الشكل ده كده, عاوز يعني احدد الرو كله عشان اقدر اشتغل عليه. فلما نحدده كده نحدده ازاي؟ زي ما قلنا هنيجي على الرينج, الناس معايا يا شباب؟ طيب لو طبعا لو انت عاوز تعدل في حاجه زي كده بالالوان بتاعتك, في عاوز الاسم يكون في النص, عاوزه في الشمال, عاوزه في بالالوان, الحاجات دي كلها ايه متاحه بالنسبه لك. فانت تقدر تظبط كل حاجه وتقدر تعدلها بحيث انك تجيب الشكل المناسب عشان لما تيجي تطبع الريبورت ده يكون حاجه مناسبه بالنسبه لك. ماشي كده؟ طيب طبعا لما بتيجي تقفل الكويري دي او تيجي تقفل, عاوز اسيبها دلوقتي, اجي كليك يمين عليها كده. باشمهندس سيلكت رول اللي حضرتك المفروض بتعملها عشان تقدر الصف كله ما كانش متنشط, يعني ما كانش متنشط. ما هو عشان تقريبا النت فيه حاجه, لكن هي ما بتشتغل عادي يعني. طيب لو انا عاوز يعني اعمل حاجه تانية بحيث ان هي ما عاوز اعمل سيلكت رو, فانت ممكن تكليك على الكامباني نيم دي وتكليك على كنترول وتيجي على الكونتاكت نيم وتكليك وبرده على كنترول وتيجي على الادرس وبرده تشتغل عليه. طبعا مش عامله سيلكت رو ليه؟ لان في حاجه اتزحزحت هنا, لان انت عندك الكولوم ده الكامباني نيم دي طلعت فوق شويه, فعشان كده مش قادر يعمل سيلكت للرو كله. فطبعا عملتها بطريقه تانية عن طريق اللي انا كنترول, وبرضه بتيجي تشتغل هنا بنفس الشغل اللي انت كنت عملته من شويه, بتكبر الشكل اللي انت عاوزه وهكذا. ماشي كده؟ خلاص؟ طيب يبقى كده عرفنا ازاي بنعمل ريبورت عن طريق, لو انا مثلا اخترت كويري وجيت على كرييت وقلت لك ريبورت على طول, هيعمل لك ريبورت على طول بدون ما انت تختار اي حاجه, هو يعملها على اساس الكويري اللي انت عاملها. طيب عاوز تعمل انت كويري بايدك بحيث انك تختار كل حاجه بايدك, يعني هتيجي على حاجه اسمها ريبورت ويزر, هيقول لك انت عاوز تشتغل على انهي تيبل او انهي كويري, ويقول لك كمان انت عاوز منها ايه, يعني حتى لو مش عاوزها كلها فعاوز منها ايه. وبعد كده لما بتظهر قدامك ممكن تعدل فيها بالشكل اللي انت عاوزه وتظهر لك بالشكل اللي انت عاوزه عشان قبل الطباعه. ماشي كده يا شباب؟ طيب فدول اللي هم اكتر حاجتين بنشتغل عليهم, اللي هو ريبورت وريبورت ويزر. طيب المره اللي فاتت قلت لك ازاي تعمل كويري ديزاين, بس لسه ما اتكلمتش عن حاجه اسمها كويري ويزرد. فكويري ويزرد هي نفس الفكره بتاعت الريبورت ويزرد دي, يعني هتعمل برضه كويري بس انت اللي هتبني بقى كل حاجه برضه. ازاي؟ يعني لو قلت لك مثلا دلوقتي ناخد مثال على كويري ديزاين والكويري ويزرد عشان نشوف ايه الفرق بين الاثنين. لو قلت لك مثلا عاوزين نقفل كل الحاجات دي, فهنسيب مثلا الريبورت ديت ونقفل كل الحاجات دي. طبعا طالما ده ريبورت فانت اتفقنا بقى ان عشان تفرق بين ده وده فنقول له ار بي تي ونقول له اوكي. وده برده ريبورت اللي هو ار بي تي. طبعا انت بقى بعد ما عملت الريبورتس بتاعتك كلها كده فانت بتبدا تسيف عندك عشان لما المدير بتاعك يجي يطلب منك ان عاوز ريبورت مثلا, او لما ينطلب منك مشروع يقول لك ايه في المشروع ده مطلوب منك تطبع للزبون كذا او تطبع للمدير بتاعك كذا, فانت بتسيف كل الريبورتس دي كلها عندك هنا كده, فبتنزل لك تحت تابه جديده اسمها ريبورت. ماشي؟ نقفل الكلام ده كله. ديت اللي هي التيبلز الاصليه اصلا, وادي ريليشن شيبس. ماشي؟ طيب دلوقتي بقى عاوزين نعرف ايه الفرق بين الكويري ديزاين والكويري ويزرد. الكويري ديزاين لو انا قلت لك مثلا ادي كليك على كويري ديزاين اهو, هو طبعا بيجيب لك العلاقات ما بين التيبل, هختار الثلاثه كله على بعض اهمت, واقول له انا عاوز الكامباني نيم مثلا
وعاوز الاوردر اي دي اللي اتعمل عن طريق الشركه دي ماشي، واقول له مثلا انا عاوز المندوب المبيعات اللي هو عمل الاوردر ده ماشي. طيب طبعا انت دلوقتي بتعمل ايه؟ دلوقتي بتعمل كويري. لو انا جيت عملت رن هيظهر لك ادي الشركه وادي الاوردر اي دي وادي ايه وادي الفيرست نيم. طيب انا مش عاجبني الشكل ده كده، عاوز ارتب شويه، فطبعا هتخش برده على ديزاين تاني. فطبعا لو انت عاوز ترتب على طول بالكامباني نيم فانت عندك حاجه اسمها سورت اهو. لو انا جيت اخترت السورت ده اسيندنج مثلا فهيرتب لك من ايه؟ ابجدي من ايه تو زد بالشكل اللي انت شايفه ده كده ماشي. فطبعا لو انا عاوز اعمل على يعني دلوقتي انا عملت كويري بس عملتها عن طريق ايه بقى؟ عن طريق التابه دي اللي هي كويري ديزاين كده. انا عملت ديزاين للكويري. طبعا لو انت عاوز تبني عليها ريبورت نيجي نبني عليها ريبورت برضه بحيث ان نفتكر ان عملنا ايه. فهنختار طبعا ادي كويري، كويري هيت اللي انا مختارها هسيبها الاول عشان تنزل معانا هنا كده. هقول له انا عاوز الكويري ديت اللي هي اسمها كيو ار واي كامباني مثلا اوردرز مثلا يعني. اقول له اوكي. طبعا هتنزل لك هنا كيو ار واي كامباني اوردرز، هنختارها كده وممكن نيجي على ريبورت فهي هيطلع لنا بقى ريبورت على طول بالشكل ده كده. طيب انا عاوز اعدل في الريبورت ده شويه. انا دلوقتي هتاكد ان انا واقف بس في اللي اوت، هاجي على فيو انا فعلا واقف على اللي اوت. فعاوزين نعدل في الشكل ده شويه. نعدل فيه ازاي؟ هنخلي دي مثلا كده ونخلي ديت، هنوقف هنا كده بحيث ان لما نيجي نطبع الصفحه تكون واخده الصفحه كلها بالعرض يعني تكون حاجه مقبوله شويه. طيب عاوزين نرتب نرتب البيانات دي باسم الشركه، فهنيجي على الكولوم ده نحدده كده ونيجي على حاجه اسمها جروب وسورت. نعمل اد جروب، خلينا نعمل اد سورت الاول. هنعمل اد سورت ونقول انا عاوز ارتبها بالكامباني نيم. ادي رتبنا بالشركات. عاوزين نعمل جروبنج دلوقتي، هنيجي على جروبنج برضو ونختار اد جروب ونقول له اعمل لي جروبنج بالكامباني نيم. هتلاحظ دلوقتي ان انت عندك ادي اسم الشركه وادي الاوردرات اللي عملتها الشركه وادي اسم الشخص اللي عمل الاوردرات دي. فطبعا دي عشان دي حاجه بسيطه شويه فهتلاقي الدنيا مرتبه قوي هنا شويه. يعني اسم الشركه اهيت وادي الاوردرات اللي عاملها وادي الشخص اللي عملها بالشكل اللي انت شايفه ده كده يا شباب. طيب عاوز ازود حاجه جديده مثلا، عاوز ازود هما كام اوردر، فهاجي هنا كده اظلل على الكولوم ده كده واجي اقول له التوتالز، احسب لي كمان حاجه اسمها الكاونت ريكورد بحيث لما نيجي نشوف كده الشركه دي عملت كام ريكورد فهتلاقي كده ايه عندك 8 اهوت. يبقى الشركه دي عملت 8 اوردرات وادي الاسماء بتاعت الاشخاص اللي عملوها. وعندك هنا الشركه دي عملت 5 اوردرات وادي الاشخاص اللي عملوها. وعندك هنا مثلا ادي الشركه وعملت اوردرات واتعمل 8 اوردرات بالشكل ده كده. ده اللي هو بنيت كويري وعملت عليها ريبورت. طب تعالى دلوقتي نعمل نيجي نسيف بقى الريبورت دي. نقول له ار بي تي اوكي. نيجي دلوقتي نعمل كويري بقى ويزرد. كليك على كويري ويزرد كده هيظهر لك الويندو اللي انت شايفه دي. يعني ايه كلمه ويزرد يا شباب؟ ويزرد يعني بيقول لك انت هتعمل الكويري ديت على اساس شويه خطوات. هيطلب منك شويه خطوات يعني مش هيصعب عليك حاجه. هو بيقول لك انت عاوز تعمل كذا؟ هتقول له اه. طب عاوز تعمل كذا؟ تقول له اه. فالموضوع كله عن طريق ايه؟ ويندو كده بتظهر لك ويقول لك انت عاوز تعمل ايه اللي انت عاوزه. في كذا نوع من الكويري اللي انت ممكن تشتغل عليهم. فعندك حاجه اسمها سيمبل كويري ويزرد. فانا خلينا نشتغل على السيمبل دلوقتي. هنقول له اوكي. هيقول لك انت عاوز تعمل كويري على اساس اي تيبل ولا ايه بالظبط؟ فطبعا انا هختار التيبل اللي انا عاوزه. مثلا هختار التيبل بتاع سيلز ريبس ده. واقول له بقى انا عاوز من التيبل بتاع سيلز ريبس ده انا عاوز منه الفيرست نيم وعاوز منه الموبايل فون بتاعه مثلا والسيتي اللي هو منها. ماشي؟ واقول له نيكست. طيب بعد ما تقول له نيكست هيقول لك انت عاوز تسمي الكويري دي ايه؟ هقول له انا عاوزها ار بي تي. طبعا انت بتاع كويري بقى يبقى كيو ار واي. وبعد كده بقول له فينش. اول لما اقول له فينش هيظهر لك الناتج بتاع الكويري كانك اتكيت على رن بالظبط. فالفرق ما بين كويري ويزرد والكويري ديزاين ان الكويري ديزاين انت اللي كنت بتختار كل حاجه بايدك وبتعمل دبل كليك عشان تختار اسم الفيلد بتاعك. لكن الكويري ويزرد هو بيجيب لك كل حاجه قدامك وانت بتختار منها بس بخطوات معينه. وبعد ما تخلص الخطوات هيظهر لك الناتج بتاعك. طبعا عشان تعمل على ديت ريبورت فطبعا لازم تسيفها الاول وبعد كده تروح تعمل ريبورت.
في حد عنده مشكله شباب في ريبورت او في الكويريز؟ حد يرد عليا. تمام. طيب انا معايا دلوقتي 31 طالب. احنا دلوقتي اشتغلنا على طبعا عرفنا في الاول خالص ازاي تبني تيبلز، وبعد كده عرفنا يعني ايه كويريز، طبعا دي استعلامات، وريبورت يعني التقارير لو انت عايز تعرف الحاجات دي بالعربي يعني. وطبعا عرفنا الفرق الجوهري ما بين الكويريز وما بين الريبورت، ان الريبورت دي تقدر تطبع عن طريق ورق وتقدر تشيلها يعني في حاجه تبقى دوكيمنت معاك كده، لكن الكويريز دي بتطلع لك بيانات وتبقى موجوده عندك على الاكسس ما ينفعش تطبع. وطبعا التيبلز ديت هي فيها كل البيانات، فما ينفعش اعمل ريبورت على 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 يعني مثلا بيانات كتير جدا. يعني هو دايما لما يجي حد يجي يسالك اعمل لي ريبورت تقرير عن حاجه معينه، التقرير ده بيبقى حاجات بسيطه من ال يعني تبقى حاجات بسيطه من ال من التيبل. فاحنا هنعتبر ان التيبل ده هي عباره عن ديتا او رو ديتا، ونعتبر ان الريبورت ديت هي عباره عن انفورميشن من الديتا دي، لان انت طلعت شويه حاجات ايه بسيطه من الايه من التيبلز. طيب المره الجايه ان شاء الله هنشتغل على حاجه اسمها الفورم. الفورم دي بقى فيها حاجه مهمه جدا بقى. يعني ايه حاجه مهمه جدا؟ الفورم ديت هتبقى فايدتها في الحياه اللي هي الداتا انتري. انا ما ينفعش طبعا اجي على التيبل ده كده واجي اقول لك بقى ايه انا عاوز ادي ديت الحاجه للزبون، لما يجي يزود لي ريكورد جديد هيجي على اخر واحده دي ويجي يزود ريكورد جديد. لا، ده الموضوع ده صعب بالنسبه له. انا عاوز اعمل فورمه زي بتاع الساين ان او الساين اب كده. الفورمه دي بقى يبقى مكتوب فيها الكاستمر اي دي، مكتوب فيها الكمباني نيم، مكتوب فيها الكونتاكت نيم، وهكذا. فهو بيبدا يختار وبيبدا يكتب الحاجه اللي هو عاوزها. ماشي كده يا شباب؟ فديت هتبقى الجزء الاخير اللي هو الفورم ده. بعد كده ازاي بقى تعمل اكستراكت للبروجكت بتاعك بحيث ان هو يطلع لك حاجه كده ايه يقدر اي حد ياخدها على الجهاز بتاعه ويشتغل عليها بقى. يشتغل عليها اللي هو يضيف بيانات بقى، يعمل ريبورت. طبعا الريبورتات الريبورتس اللي موجوده فانت تكون انت عاملها كلها كبروجرامر، يعني انت بتبقى مظبطها كلها وبتبقى مظبط كل الكويريز والكلام ده كله. فهمنا كده ايه فايده الاكسس في الحياه؟ اه طيب في حد عنده سؤال؟